السلام عليكم، جبت لكم اليوم الوصفه تاع حلوه السكر الكوريه، ولا الحلوه تاع لعبه الحبار اللي دارت حاله. هنايا نديروا ربع مغارف كبار تاع السكر في مقله ولا في طاوه ولا اللي كاين. مهم خلوه يذوب حتى يولي كراميل. من يذوب كاع يولي كراميل، زيدوا له شويه شويه، غير شويه تاع البيكربونات، زيدوها له واخروا المقله ويتحركوا، سينو غادي نحرق لكم. كما انا الاول نحرق لي حتى درت الزاوج، نقعد نحرك قلت لك يدوب. تزيدي قزه تاع بيكربونات وتوخري بالخف وتحركي، سينو ما ديريش البيكربونات لا كنتي تخافي منها. من بعد ما داب لي كل شيء، هنا ديروا البيكربونات واخروا تم. انا الاول كما قلت لكم نحرق لي حتى عاودتها الخطره الزاوجه، واخروا من النار وديروا غي قزه. هنايا جيبوا بابي كويسون ورقه طهي وفروا عليه هذاك السكر وقعدوا تمشوا فيه كي من هكا، خلوه غي شويه واحد 20 سكوند ولا 15 سكوند، وجيبوا لي مول تاعكم. انا جبت هنايا لي مول تاع الطورنو، ولا صنعوا مثلث بالكيوردو ودكوا عليه بالطبسي ويخرجوا لكم هادو الاشكال، تاكلوهم بالصحه والراحه. انا المثلث اتهرس لي والقلب راني معاه، باقي لي غير هذا شويه، راني غير بشويه معاه. المهم ان شاء الله تعجبكم الحلوه ويعجبكم الفيديو ويعجبكم المسلسل تكونوا تفرجتوه، ولا ما تفرجتوش نخلي لكم اللين في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، روحوا تفرجوا له باسكو راكم راطين بزاف صوالح. مسلسل في القمه، روعه ما شاء الله. سلام.